أهلا وسهلا في قناة برامي. فيديو اليوم رقبة خروف محشية. لعمل التتبيلة بنحتاج لبتر ميلك اللي هو لبن المخيط، بنضيف عليه ملح، فلفل أسود، بصل مطحون، تومة مطحونة، بابريكا مدخنة، قرفة وبهار سادة، وبنحركهم منيح. بنضيف زيت الزيتون وبنحرك كمان مرة. عنا رقبة خروف مقسومة من النص ومفتوحة جاهزة للحشي. بنحط التتبيلة اللي عملناها جوا الرقبة. بنحط الرقبة في كيس نايلون وبنزيد عليها التتبيلة وبنتركها في التلاجة لساعتين على الأقل، وإذا بيتناها لتاني يوم بيكون أحسن. لتحضير الحشوة بلزمنا رز، بنحط عليه رشة ملح وبننقعه بمي سخنة لمدة نص ساعة لثلاث ارباع الساعة. بنحط زيت الزيتون بطنجرة. عنا لحمة مفرومة مخلوطة عجل وخروف، بنقليها بزيت الزيتون حتى تستوي. لما تبلش اللحمة تستوي بنضيف ملح وفلفل أسود وبنحركها. بننزل عليها الرز وبنضيف مرقة دجاج بودرة وبهار القرفة. بنقلبها على النار، بنغمرها بالمي، بنغطي الطنجرة وبنتركها على نار هادية. وقبل ما تستوي الحشوة ناخد منها كمية كافية مشان نحشي الرقبة، وبنكمل تسويتها على نار هادية. بنطلع الرقبة من كياس النايلون وبنحشيها برز الحشوة اللي حضرناه. بنحضر ورق القصدير وورق الزبدة أو ورق الخبيز عشان نلف الرقاب فيهم. الهدف من لفهم عشان تستوي الرقبة منيح، وورق الزبدة بنستعمله مشان ما تلزقش الرقبة في ورق القصدير. بنحط الرقابة بصينية وبنضيف عليها مي مشان نحافظ على الرطوبة وما تنشفش الرقبة، وبندخلها على الفرن لمدة 3 ساعات. بعد 3 ساعات بنكشف على الرقبة وبنرجعها على الفرن مشان تتحمر. بعد عملية التحمير بنفرد رز الحشوة بصينية وبنحط الرقبة فوقه. بنوزع اللوز المقلي على الصينية. وبنضيف
وبنزين بالبقدونس المفروم. وصحتين وعافيه.